لكن اسمحوا لنا في أول حلقتنا الحقيقة نرحب مع حضراتكم بدكتور رفعت السعيد القيادي بحزب التجمع. دكتور رفعت، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. احنا الحقيقة في صدد ان بنقول تحية وتقدير للشرطة المصرية وللجيش ايضا من اجل السيطرة على دلجة وكرداسة، ولو ان بس فقط التعليقات الكثيرة كانت بتقول انه تأخر الوقت، كان متأخر يعني الى حد ما. تعليق حضرتك على هذه الاعمال، اعمال الشرطة بالنسبة لدلجة وكرداسة؟ أولا يعني قصة التأخير هي بتحتاج وقت، لأنه الجماعة الإرهابية تمتلك أسلحة كثيرة، وفي نفس الوقت هم جوه المواطنين، فأي هجوم عليهم في النهاية بينتهي بقتل مواطنين عاديين. وأنا أعتقد أن الأمن تحرك كثيرا في الحكاية دي. بالنسبة لدلجة، طبعا الوضع كان مأساوي، لأنه الإجراءات كان موجه ضد المسيحيين على وجه الخصوص، نعم. ودي يوضح حقيقة المكون الفكري لجماعة الإخوان، يعني إحراق الكنائس، اضطهاد فرض الإتاوات، دلجة بطرحهم عليهم، هذا هو يعني الحكم الإخواني في التطبيق العملي. المشكلة دلوقتي طبعا انتهت كرداسة وانتهت دلجة، ولكن يبقى الآن هناك مشاكل سياسية ومشاكل شرعية متعلقة بالأخوات. مثلا كيف يكون تنفيذ الأقباط في البرلمان القادم؟ أنا أعتقد إنه إقرار مبدأ النظام الفردي لن يعطيهم شيئاً. يعني حضرتك مع الكوتا دكتور رفعت، يعني حضرتك مع وضع كوتا للأقباط في البرلمان القادم؟ هي بديهة جداً، ولكن هي الممكن الوحيد الآن لتنفيذ الأقباط. هي رديئة، المصريين رفضوها سنة 23، بس سنة 23 كان في مصريين أذكياء وما كانش في إخوة مسلمين. الوضع الحالي يعني مثلا تخرجت الحكومة من اختيار محافظ مسيحي، واكتفت بأنها أتت بنفس محافظ، يعني نائب محافظ، وده طبعا موقف ضعيف جدا من الحكومه. الان بيتكلموا عن ان الانتخابات النظام الفردي ممكن تعمل مشاكل، فيحددوا رسميا ايه المشاكل اللي بتتعمل. ضعف تمثيل المراه، ضعف تمثيل الشباب، لكن لا احد يتذكر ضعف انعدام تمثيل المسيحيين. يعني البوصله بتاعت الحكومه محتاجة تنضبط شوية باتجاه الوطنية وباتجاه تحقيق المبدأ العادل لتمثيل الأقباط في البرلمان القادم. احنا مش عايزين ندخل في مشاكل ضد حكومة البدلاوي، لأنها مش ناقصة مشاكل. نعم. كمان احنا أي هجوم عليها بيصب لصالح الارهاب والارهابيين. وقناه يعني قناه الجزيره مثلا في احداث دلجه بتقول ايه؟ نعم. انه قوات الشرطه والجيش دخلت لان مواطني الدلجه كانوا ينظمون مظاهرات معاديه للقوات المسلحه ومعاديه للانقلاب العسكري. ونسوا ان في كنائس اتحرقت، ونسوا ان في مسيحيين، ونسوا يعني عمليه تزوير منهجيه عاليه جدا. انا اعتقد انه من الضروري ايجاد نوع من التفاهم العاقل، الحوار المنطقي، نيابه قداسه البابا كرؤوس يعني يحاول ان ينقذ نفسه من هذه المشاكل اللي ده حقه. ولكن القوى المدنية المسيحية لابد أن تجري حوارات
ولا بد ان تمثل ضغوط ناعمه، مش ضغوط قاسيه، ضغوط ناعمه من اجل ايجاد حل. تقصد التفاهم العاقل مع مين دكتور سعيد؟ معلش دكتور رفعت، مع مين حضرتك تقصد التفاهم العاقل والحوارات اللي ممكن أن تقوم بها الكنيسة؟ يعني أنا مش فاهمة معلش النقطة دي، لو حضرتك بس الكنيسة توضحها. موجودة في رئيس، في رئيس نعم وفي رئيس وزراء. أعتقد إن الرئيس من الممكن إذا يعني ده حوار معه، أعتقد إنه هو رجل عاطفي ومحترم ويدرك المغزى الحقيقي لتجاهل التمثيل 12 مليون مصري في البرلمان، ومش هم بس يعني واحد دون ايه، ما هو المرأة دون 3-4 زيادة يعني علشان تتبسط، لكن المرأة بتكون 50% من السكان في المحافظين، 50% زائد 12 50 مليون زائد 12 مليون يعني 62 مليون أخذوا نائب محافظ هنا ونائب المحافظ هنا، يعني جنون في التمثيل. وبالتالي نعم. العملية دي محتاجة إنه علم جماعة يعني الجماعة القبطية وإحنا معاهم الجماعة التي تسعى إلى تمكين وحدة الوطن وتحمي حقوق الوطن والمواطنين على قدم المساواة وترفع شعار دائم نحن نرفعه منذ في وجه مرسي عندما كان رئيسا وفي وجهه قبل أن يصبح رئيسا، هو أننا نريد مواطنة حقيقية المرأة تماما كالرجل، المسيحي تماما كالمسلم، الفقير تماما كالغني. إذا نجحنا أننا نوحد مجموعة قوية حول هذه الشعارات الثلاثة، أعتقد أن بإمكاننا أن نطلب مقابلة الرئيس، نطلب مقابلة رئيس الوزراء، وهم جميعا يعني رئيس الوزراء رجل ودود والرئيس رجل ودود، وبالإمكان إجراء حوار معهم. تمام، نقطة هامة دكتور رفعت، يعني دي نقطة مهمة. نعم طيب حضرتك كنت بتتحدث عن الجزيرة وما تقوله الجزيرة بالنسبة لدلجة، واعتقد ان هو بالفعل برضو اللي قالته وعلقت بيه على الموضوع الاحداث اللي حدثت في كرداسة نفس الكلام، بل واضافت كمان انه يعني اكاذيب عن انه قتل اللواء نبيل فراج كان عن قرب. فالرد، الرد حضرتك على مثل هذه الافتراءات ايه يا دكتور؟ شوفي قناة الجزيرة فقدت كل احترامها في مصر. نعم. يعني أنا عايز أقول حاجة، أنا لا أراها إلا مصادفة. وأعتقد إن الشعب المصري كرهها كما كره حكم الإخوان. وعندما الشعب المصري شعب ذكي جدا، عمره ما قال يسقط مرسي، عمره ما قال يسقط مرسي، قال يسقط حكم المرشد. حكم المرشد. وهو الآن وهو يسقط حكم المرشد يسقط نظام كامل. الجزيرة وقطر جزء أساسي ومكون أساسي لهذا النظام الساقط المكروه من الشعب المصري والمرفوض من الشعب المصري، ولا يتألمون، يرتهون كل. دكتور رفعت اعتقد ان احنا فقدنا الاتصال. عموما يعني يمكن الاشاره بالنسبه لهذه القناه اللي بتروج للاكاذيب، اعتقد ان احنا الشعب المصري كله وعى هذا الامر. احنا بنشكر دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الحقيقه للمبادره، واتمنى ان الكنيسه تتعاون مع دكتور رفعت لهذا الامر اللي طرحه بالنسبه لانه يكون في حوار وتعاون حتى ياخذ الاقباط حقوقهم كامله في هذا الوطن بالنسبه للدستور الحالي وبالنسبه للبرلمان وايضا بالنسبه جزئية المرأة، وأن هذا الأمر محتاج لحوارات كثيرة عاقلة وأمور كثيرة يجب أن تفعل، وأنه دكتور رفعت كعادة حزب التجمع بيقول أنه هو دايما بيقف مع الصالح العام للمواطنين المصريين عموما. أتمنى أن الكنيسة الحقيقة تتعاون مع دكتور رفعت في هذا الشأن. بالنسبة